الكورونا مرض العدوى به سهلة وينجم يوصل للناس الكل. معاملين على وعيكم وإحساسكم بالمسؤولية باش تحافظوا على صحتكم وعلى صحة الناس العزيز عليكم. أربع حاجات تحمينا ما يلزمناش ننساوهم: نغسلوا يدينا برشا برشا مرات في النهار بالماء والصابون، ولا نعقموهم بالجيل انتيسيبتيك اللي يحميكم أكثر كي يبداو يديكم نظاف. مش نغسلوهم كيما جاء، بالعربية نفركوهم مليح على الأقل مدة 20 ثانية. ما ننساوش باش ما نمسوش عينينا ولا خشمنا ولا فمنا كان بعد ما نغسلوا يدينا مليح بالماء والصابون. كي نعطسوا ولا نكحوا نغطيوا فمنا بمرفقنا ولا بمشوار نطيشوه في البوبال أول ما تكمل، ونغسلوا يدينا مليح. نظفوا البلايس الكل بالماء والجافيل، ماذا بينا كل واحد ما نشفته، وما نتقسموش المعون لا في الدار ولا لبرا من الدار. نتجنبوا التجمعات الكبيرة. وعيك واجب يمنعك من الكورونا. أكثر معلومات: coronavirus.rns.tn